الآن نستقبل هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور محمد صلاح الشيخ المنسق المساعد للجمال الوطني للتغيير السابق. دكتور محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. دكتور محمد، نحن نتحدث تقريبا أنا والزميل أحمد العرب الآن في الاستوديو حول تذبذبات لأسعار الدولار والانعكاسات الاقتصادية الآن بعد 10 سنوات تقريبا أو في الدخول في العهدة الثالثة لعبد الفتاح السيسي. برأيك الآن الكلام يدور الآن كله حول السوق السوداء وكم هو حجم الدولار، هل أصبح السوق السوداء هو المقياس وترومتر الآن لسعر الجنيه في مصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أولا أنا مش دكتور يعني، ثانيا أنه دائما إحنا بنتكلم على أنه الاقتصاد السياسي هو المشهد الاولى بالمناقشه دايما في عند مناقشه الوضع الاقتصادي في مصر. الوضع الاقتصادي لا يعبر عن علم ولا يعبر عن سوق حر ولا يعبر عن وضع طبيعي لسوق يحدد سعر الدولار باليات العلميه والاقتصاديه المعروفه. نعم. انت عندك اقتصاد مماليك، سواء كان هذا الاقتصاد المملوكي يعني ينتمي الى ما يسمى باليسار، وهو ايضا اقتصاد مملوكي عندما يتجه الى اليمين، سواء تم احتكار من عصابه حكم لمقدرات البلد من مصانع ومتاجر وتوكيلات وغيرها، او انطلقت الى صنع واجهات اعمال تدفع لاجهزه امنيه تدير المشهد الاقتصادي في مصر. الاقتصاد المصري بطبيعته اقتصاد قوي واقتصاد غير قابل للانهيار، ولكن يعني في النهايه يعني هناك حدود لكل شيء. الدولار نفسه النهارده المصريين بقى لهم 200 سنه في تجربه للانعتاق من نظام مملوكي، يعني كان من الممكن ان بتغييره نحدث اختراق في الوضع الاقتصادي. دائما انا اذكر المفارقه في انه يعني من يوم الشعب حاول يفرض ارادته وينتخب محمد علي، يعني وبالتوازي معها كانت هناك رئاسه توماس جيفرسون في الولايات المتحده، وحدث تاكيد للديمقراطيه الامريكيه في الوقت الذي تعثرت فيه الديمقراطيه او محاوله الديمقراطيه المصريه، ودورنا في يعني حلقات جهنميه مفرغه ما بين قدره للشعب على مواجهه المماليك وقدره للمماليك على الالتفاف على اراده الشعب. ربما طبعا كانت ثوره 19 هي النموذج الابرز في ال 200 سنه اللي فاتت، وهي محاوله لصناعه دوله حقيقيه لديها اعمده حقيقيه لقيام الدوله لم تعد موجوده في نظام 52. طيب استاذ محمد، بذكر حضرتك للناحيه الديمقراطيه وهي مهمه جدا، ويمكن احنا كنا ربطناها شويه موضوع الانتخابات الرئاسيه وموضوع الازمه الاقتصاديه، والملفين مرتبطين ارتباط يعني كبير ومرتبطين ارتباط كلي ببعض. في الاخير عندما انتهت المرحله الاولى من التصويت في الخارج، برايك الى اين تتجه الانتخابات الرئاسيه في ظل هذه الاوضاع الكارثيه والمتازمه سواء على الصعيد السياسي او حتى على الصعيد الاقتصادي؟ في رأيي الاتجاه الوحيد الصحي لمستقبل المصريين أن يتجه كل من هندسه هذا الانقلاب الدستوري الذي تتم وفق هذه الانتخابات إلى السجن. يعني هذا هو الخيار الوحيد لمستقبل مختلف للمصريين. المصريين تصدوا لكل المحاولات الطغيان سواء كانت ملكية أو جمهورية، وأن لهم أن يصنعوا جمهورية حقيقية يستند فيها الشعب هو المنطق على هذه شبه الدولة، الشعب هو الممول، والشعب هو الذي تحمل طوال العامين الماضيين بالذات يعني محاولات إصلاح سوق الدولار، بحيث أن أنت قللت الواردات حوالي 18 مليار دولار في يعني 22-23، ويعني حدث تطور في نسبة العجز الكلي لميزان المعاملات الجارية وميزان المدفوعات، بحيث انه كل يعني هذا الشعب هو صاحب الفضل تماما، سواء كان يعني يتم التحميل عليه. فأزمة الدولار نفسها النهارده وصلنا الى
الشعب استهلاكه بيقل، الشعب مطالبه بتقل، وهو الذي يدفع الاثمان، وهو استمرارا لمقوله عبد الناصر انه اذا بنقلل شرب الشاي بنقلل اكل اللحمه، كل هذا هو المنطق العسكري الذي تقوم. طب استاذ محمد، حملت على الشعب في السنه ونص اللي فاتت، تم التحميل على الشعب لاصلاح سعر الدولار الذي لا ينطلق وفقا لمضاربات مملوكيه تتم في السوق المصري. استاذ محمد، اذا اذنتني الان، انت قلت عباره ما أريد أن أستوضحها منك والسادة المشاهدين أيضا يعرفوا. أنت وصفت الاقتصاد بأنه اقتصاد مملوكي، اقتصاد مماليك. نريد أيضا إيضاحا لماذا يعني كان هذا الوصف. الأمر الآخر، يعني أذهب إلى ما أعلنه البنك التجاري الدولي في مصر بأنه الآن شهادات الإيداع التي قررها أن تكون دولارية سوف يتم محاسبة العملاء على أن سعر الدولار 61 جنيه، على خلاف سوق السودة تماما. أريد تفسير منك يعني حول الأول الوصف المملوكي للاقتصاد المصري، وأيضا لهذه المعلومة من البنك التجاري الدولي. المملوكية الاقتصادية بتتمثل لافتقاد سوق حر حقيقي فيه شفافية، الشعب مطلع على كل الإجراءات، هناك أدوات تمكنه من الرقابة على السوق، هناك أدوات لإحكام حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، هناك وعي وإدراك وشفافية في الموانئ، في التوكيلات، في الخطوط الملاحة، كل التصدير والاستيراد والإنتاج والاستثمار كلها تخضع لمؤسسات مستقلة وشفافة. هذا ليس موجودا، وهذه العصابات المملوكية التي تحكم مصر الآن اصطنعت أشكالا فارغة، فاصطنعت برلمانات واصطنعت يعني منظمات غير مستقلة لحماية المستهلك وهذا طبيعي جدا مع يعني شبه دولة ليس لديها أي استقلال لبنك مركزي الذي في كل دولة طبيعية يمثل عين الشعب ويمثل المرآة التي تنعكس عليها حالة اقتصاد بأمانة وبشفافية. كل هذه المؤسسات الطبيعية في دولة حقيقية ليست موجودة، والاقتصاد تتم إدارته بدون أي قدر من الشفافية. طبيعة التوكيلات، طبيعة الاستثمار، طبيعة المزايا، طبيعة التدخلات الأمنية في الاستثمار، وطبيعة التدخلات الأمنية لصالح ألف بدلا من باء، وطبيعة التدخلات الأمنية في عمليات التمويل. الشعب المصري اللي كان صنع بنك مصر وأمن البنك الأهلي بعد أن كان بنكا إنجليزيا، الذي صنع يعني كل محاولات التصنيع الباهرة في العشرينات والثلاثينات، كل هذا تم يعني تأكله على يد عصابة مملوكية اصطنعت شكلا دون أن يكون هناك جوهر حقيقي لاقتصاد حقيقي. نعم. لا يمكن أن يستمر هذا المشهد إذا لم يحدث تغيير في هذا المشهد المملوكي. طيب أنا الجزء الآخر من السؤال حوالين يعني كيف يقوم البنك التجاري الدولي الآن بحساب شهادات إيداع دولارية على أساس أن الدولار يساوي 61 جنيه، ماذا يعني هذا؟ أنا من الناس القليلة اللي شايفة يعني للأسف يعني إنه الشعب المصري يعني وكأنه مماليك الداخل يعني هي التي تضارب يعني في سعر الدولار، وبالتالي سعر مأكله ومشربه وملابسه ومواد بنائه وأدويته وكل ما يستورده المصريون. إنما أعتقد إنه ما هناك مضاربات أصلا، وتجربة المضاربات سواء يعني وشهير يعني التجارب الموجودة حتى في العالم الأول في أوروبا من جورج سوروس، وتجربة ماليزيا في أزمة 97 مع مهاتير محمد ومنعه للمضاربات التي تمت، وكانت ماليزيا اكثر خروجا واسرع خروجا من الازمه الماليه في 97 عفوا. اعتقد انه نحن ايضا انا شخصيا لا اتصور انه يكون سعر الدولار اكثر من 30 جنيه، وارى ان هذا السعر مبالغ جدا فيه اذا ما قسنا نسبه التضخم بين الاقتصاد الامريكي وبين الاقتصاد المصري. لكن انت في لحظه صعبه جدا من المضاربات الداخليه والخارجيه ليتحملها المصريين، لانه المصريين دفعوا اثمان اكثر بكثير جدا من سعر الدولار. المصريون فقدوا يعني حريتهم، يعني ليست القصه ان يكون هناك لصوص يسرقون دنانير، لكن هناك لصوص اصعب
هم لصوص الدساتير، ولصوص الدساتير يعني انه لا كرامه لمصري في وطنه، لا كرامه، لا امانه له في وطنه، لا دوله قانون تحميه، لا دوله قانون تكفل له سعرا عادلا للدولار، لا دوله قانون يعني تضمن له فرصا متساويه في الابداع والاستثمار والانتاج والتصدير، وبالتالي تعديل الكفه المائله في الميزان، في ميزان الاقتصاد المصري عموما يعني. طيب استاذ محمد، لو تحدثنا عما قاله وزير الماليه المصري، ربما كان له تصريح تحدث فيه وهو تصريح متلفز، ولكن خليني اقول لك يعني ملخص هذا التصريح، انهم يدرسون الان اصدار سندات استدامه بالروبيه الهنديه بقيمه قد تصل الى مليار دولار في 2024. مدلول ذلك برايك؟ هي كلها محاولات يعني وقتيه ومؤقته واليوم بيومه لمحاوله انقاذ وضع لا يمكن ان يتم يعني ترحيله الى يعني النظام اليوم بيوم. لا يمكن روبية هتجيب روبل روسي، كل هذا الكلام في النهاية المصريين هم اللي بيغيروا المشهد، سواء في الانتاج سواء في التصدير اللي زاد في السنة ونص اللي فاتت، واللي لازم نؤكد ان هو ده المشهد اللي المنتج المصري هو اللي تفوق وهو اللي قدر يغير المشهد نسبيا، والمستهلك المصري هو اللي غير المشهد بتقليل الاستيراد يعني 18 مليار دولار، وبالتالي انت حملت على المصريين سواء في هذا او ذاك يعني. انما يعني مسؤولين حكوميين زي وزير الماليه ده لا يمكن الا ان يكون مصيره امام محكمه عادله لتحاسبه ان كل وظيفته انه زياده الديون. واعتقد ان كل ما يقال من كلام فارغ حول الكلام ده بيتقال من 50 سنه، من 74 وحتى الان، انه المشكله هي مشكله الدعم، المشكله في الاقتصاد المصري ليست في الدعم الذي لا يساوي الا فتاتا قليلا جدا من حجم الموازنه العامه. مشكله الاقتصاد المصري في اللصوص الذين يهدرون الميزانيه المصريه ويهدرون الكره الكبيره امام هذا الاقتصاد، وهذه لا ياتي عليها اي خبير اقتصادي ممن يظهرون على قنوات التلفزيون المصري. اشكرك شكرا جزيلا للسيد محمد صلاح الشيخ، المنسق المساعد للجمعيه الوطنيه للتغيير، سابقا كنت معنا عبر الهاتف في الشارع المصري. شكرا جزيلا لحضرتك.